مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج ملفات في وقت يعاني فيه العالم من ازمات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، سواء اقتصاديه او اجتماعيه على مدار ما يزيد على العام. تحركت عجله الاستثمار الزراعي في مصر متخطيه كل العقبات التقليديه وفقا لرؤيه عريضه اعدتها الدوله. فجاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومه بنقل الريف المصري الى عالم اخر بعد عقود من الاهمال والتهميش. ذلك القطاع الذي يستوعب اكثر من ربع المشتغلين في مصر من خلال تحقيق الرؤيه المصريه في مشروع استثمار زراعي غير مسبوق لتنميه الريف المصري الذي تتبناه مؤسسه الرئاسه بتكلفه تقدر بنحو 500 مليار جنيه. القطاع الزراعي يشهد اهتماما من الدوله، بدايه من الاستزراع السمكي وانشاء الصوب العملاقه، مرورا بمشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وبمشروعات الاستثمار في الثروه الحيوانيه، وصولا الى مشروع تطوير الريف المصري بهدف الاستثمار في الفلاح، محرك عجلة الاقتصاد الزراعي لتحقيق رؤية مصر 2030. خلينا في يعني حول هذا الموضوع، يسعدني أن يكون معي في الاستوديو ضيفي الكبيرين الدكتور محمد سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات. منورنا دكتور. أنا بيك يا كبير. وكذلك ضيفي الكبير الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق. منورنا دكتور. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامة حضرتك. خلينا قبل ما نبدأ حوارنا هنتكلم النهاردة على مبادرة حياة كريمة اللي قامت بتغيير الوجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية له، وخاصة للموجودين في هذه القرى والنجوع، مش في القرى والنجوع بس، ده في القرى والنجوع على مستوى محافظات مصر. خلينا نتابع تقرير خاص عن مبادرة حياة كريمة، وبعد كده نبدأ ملفاتنا النهاردة التي تتحدث عن قطاعي أو قطاع هام جدا هو قطاع الزراعة وأحداث نقلة في الريف المصري. فابقوا معنا. الدولة لتوفير احتياجات الفئة المجتمعية الأكثر احتياجا في كل المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم والسكن، بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا ورفعا لمعاناة الأسر الفقيرة، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين الظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتم تقسيم المبادرة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وتشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فما أكثر، القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. والمرحلة الثالثة من المبادرة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، تحديات أقل لتجاوز الفقر، وتقدم مبادرة حياة كريمة مجموعة من الخدمات، منها إصلاح بنية تحتية، سكن كريم، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وتدريب وتشغيل المشروعات المتناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي، وكسوة أطفال، وكشوفات طبية وعمليات جراحية، وتوفير علاج وأجهزة تعويضية، توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل في القرى الأكثر احتياجا. وقد تم توسيع النطاق الجغرافي للمبادرة ليشمل المراكز وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المبادرة يتم الانتهاء منها بحلول 2024.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. يمكن التقرير اللي اتذاع والخاص بمبادره حياه كريمه في القرى والنجوع المصريه بيبين قد ايه مجهودات الدوله لتنميه هذه المناطق التي ظلت غائبه لفترات طويله. للتعقيب اكثر عن هذه المبادره يسعدني ان يكون مع الهاتف الدكتوره ولاء جاد مدير الاداره المركزيه لمبادره حياه كريمه. الدكتور ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية. دكتور ولاء مساء الخير. أستاذ إيهاب مساء الخير. معلش بعتذر على الخطأ. تسلم. دكتور ولاء خليني أتكلم هنا على أهمية هذه المبادرة والقرى، يعني هل هي مقتصرة على قرى نجوع على مراكز على محافظات معينة ولا هي مبادرة أشم وأعم شاملة يعني؟ المبادرة حسب تكليف السيد الرئيس تشمل الريف المصري بالكامل. وبالتالي الريف المصري بالكامل بغض النظر عن معدل الفقر، علما بان الريف المصري عموما ترتفع فيه معدلات الفقر يعني بصوره او باخرى. لكن المبادرة وفقا للتوجيه الرئاسي بتشمل كل الريف المصري، بنشتغل في 20 محافظة. 20 محافظة دي بتضم حوالي 4209 قرية مقسمة على يعني 175 مركز إداري، لأنه علشان ننفذ تكليف الرئيس ونخدم الريف المصري بالكامل لازم نشتغل على نطاق المركز الإداري اللي بيضم كل هذه القرى. المبادرة شاملة وعامة لكل قرى مصر. دكتور ولاء، نحن نتحدث عن مبادرة شاملة تعم كل قرى ونجوع يعني الدولة المصرية، وهنا بنتكلم على تكلفة كبيرة، تكلفة مالية كبيرة. عايز أعرف الجهات التي تساهم أو تساهم في هذه التكلفة، يعني المخصصات المالية. المبادرة مبادرة دولة مصرية، وبالتالي هي بتنفذ بشكل أساسي من خلال الموازنة العامة للدولة والمصادر الأخرى، الإيرادات العامة، فبالإضافة طبعا إلى مساهمات من المجتمع المدني ومن مؤسسات القطاع الخاص، لكن الفاعل الرئيسي هنا هو استثمارات الدولة المصرية اللي بتوجه إلى أكثر من نصف سكان مصر. سكان الريف بيمثلوا 56% من مواطني مصر، فبالتالي الموازنة المرصودة تتناسب مع هذا الحجم. نتكلم على 500 مليار جنيه على 3 سنوات، وده يعني خلينا أقول لحضرتك أنه ممكن يقترب من نصف الخطة الاستثمارية للدولة خلال ال3 سنين اللي جاية. دكتور ولاء خليني هنا اتوقف. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن انه لم يبدا بجزء ويسيب جزء، او يبدا على بمرحله ويسيب مرحله. احنا هنبدا العمل في كل القرى وكل النجوع، ويعني ربنا يعني يساعدنا وكده يعني. هل هناك امكانيات موجوده لدى الاداره او لدى وزاره التنميه المحليه لان تستوعب كل هذا الكم الكبير من القرى والنجوع؟ يعني زي ما اوضحت، احنا كل مؤسسات الدوله بتتعاون، مش بس وزاره التنميه المحليه. احنا في وزاره التنميه المحليه بنشرف بتنسيق العمل مع زملائنا المسؤولين عن مكون البنيه الاساسيه والخدمات الاجتماعيه، بالاضافه الى مساهمتنا طبعا مع مجموعه العمل المتعلقه بالتنميه الاقتصاديه ودورنا في اعداد الخطط والمتابعه على الارض. خليني اقول لحضرتك ان كل اجهزه الدوله يعني على اهبه الاستعداد. لا ينقصنا اطلاقا التمويل جاهز، لا تنقصنا الاليات المؤسسيه، لاني هناك تناغم ما بين كل الوزارات والهيئات والمحافظات. احنا انتهينا في الشهر ونص اللي فاتوا من بعد تكليف السيد الرئيس من وضع الخطط 51 مركز ودراسه الوضع الراهن، والان نجري او تقوم جهات التنفيذ، زملائنا في الهيئه الهندسيه وزملائنا في جهاز التعمير، باعداد المقايسات والتصميمات الفنيه. العمل بدا كمان بالفعل، يعني التنفيذ بدا بالفعل بعدد المراكز، وزي ما قال ووجه السيد الرئيس ان شاء الله خلال شهر من الان هيكون العمل جاري على التوازي في ال51 مركز في ال1400 قريه. دكتور ولاء اخيرا برضو انا دايما اهتم بمساله المجتمع المدني. الدوله لها دور، ولكن المجتمع المدني، رجال الاعمال، الافراد، المؤسسات الاهليه لها دور ايضا، ويجب ان تشارك لانها برضو قريبه من هؤلاء من اهالينا دول. هنا اتحدث عن المجتمع المدني ومشاركته في هذه المبادره الهامه جدا. المجتمع المدني شريك اساسي، المجتمع المدني شريك معانا من المرحله الاولى، الان دوره اكبر واهم. التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والكوادر الشبابيه، خصوصا الشباب خريجي البرامج الرئاسيه، برامج التدريب والتاهيل الرئاسي، بيلعبوا معانا دور كبير جدا، سواء في تدخلات الحمايه والرعايه الاجتماعيه،
أو في تدخلات المتابعة وتتبع المؤشرات أو في التواصل مع أهالينا في القرى المستهدفة من خلال الآليات المجتمعية المختلفة. فالحقيقة أن المجتمع المدني وطبعا هيلعب دور أكبر أثناء عملية التنفيذ. فالمجتمع المدني بنتعامل معاه هنا على أنه شريك ذراع تنموي للدولة المصرية، دوره لا يقل أهمية عن دور المؤسسة. كل الشكر والتقدير للدكتور ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. شكرا دكتور على هذه الإيضاحات الهامة. أعزائي المشاهدين، عودة مرة أخرى إلى ضيفي الكبيرين في الأستوديو، الدكتور محمد سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، وكذلك ضيفي الكبير الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق، وحديث عن تنمية القرية المصرية. أبدأ بضيفي دكتور محمد، خلينا نتكلم على أهمية أو أهداف هذا المشروع القومي لتطوير القرى والريف المصري. أشوف أنه هو مشروع غير مسبوق، أن أول مرة جينا رئيس جمهورية يهتم بتنمية الريف المصري. ده على مدى عقود 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانش فيه عندنا مبادرة بالحجم ده، والمبادرة دي مستهدفة 4200 قرية بقيمة استثمارية زي ما أشرت ورقة دلوقتي 500 مليار جنيه. دي رقم كبير جدا في الموازنة في مصر على مدى 3 سنين، أراوند 150-180 مليار جنيه سنوي. بعض القرى اللي اتطورت أنا شفتها بنفسي طفرة غير مسبوقة. أنا بس اللي بننشد بيه رئيس النهاردة من خلال حلقة حضرتك إن يبقى عندنا اهتمام بمنظومة الزراعة كمان. احنا اهتمينا قوي بتقديم خدمات للمزارعين، اهتمينا قوي بتطوير البيت الريفي كمان. انما ينقصنا، ودكتور محمد هياكد برضه على كده معايا، ان عندنا تطوير القطاع الزراعي والقطاع الانتاجي، يعني عشان الفلاح يعرف. في مشاكل كتيره في القطاع الانتاج كلنا عايشينها كمصريين، مساله التكلفه العاليه على المزارع والسعر. يعني معلش احنا شايفين الطماطم دلوقتي يعني ب3 جنيه و2 جنيه ونص في السوق، يعني على ارضها بجنيه، والبسله والبتاع اللي ده الفلاحين، واحنا فلاحين يعني سابوا المحصول. فاقول لك كلام غلط. مظبوط. جزء منه انا بننشد برضه الولاء لو اللي يقدر يعمل كده من خلال وزاره الدوله المحليه بالتعاون مع وزاره الزراعه وزاره التجاره والصناعه، يبقى في منافذ لتوفير. هتكلم على مساله المنافذ والبورصه ومراكز تجميع، بس مهم تغيير نمط الزراعه. يعني مش هينفع الفلاح يعيش في بيت نظيف الفتره الجايه ولسه شغال في نمط الزراعه التقليديه. قديمه يعني. دكتور محمد، خلينا نتكلم على المعايير اللي تم على اساسها اختيار القرى، يعني خاصه احنا بنتكلم على عدد كبير جدا. تم استعلامي طبعا، انا سعيد مع استاذ الدكتور محمد في اللقاء ومع سعاده استعلامي. ربنا يبارك في سعادتك. هي القريه المصريه عصب الاقتصاد القومي كما نعلم، مرت بظروف وحقب تاريخيه كبيره جدا جدا، من اول الملكيه ثم مرحله الاقطاع ثم الجمهوريه ثم الحكم الناصري. في الفتره كان في ازدهار في الزراعه، لما جيت بعثه صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الفلاح والمستثمر، عاد طبعا عاد الفلاح طبعا في السوق السوداء، وعاد مع التجار المحتكرين، فبالتالي ترك الزراعه وبدا يبيع الارض ويبدا يعمل محل بيع اجهزه كهربائيه او مثلا وهكذا، الى ان جاءت يعني قياده حكيمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة حياة كريمة، من ضمنها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، واللي على أساسه 4500 قرية بيتمتع بيهم حوالي 58 مليون مواطن بيعيشوا على 56% من مساحة مصر. العدد ده دكتور محمد بيساوي 8 دول عربية من المجلس التعاون الخليجي، يعني محافظة الشرقية كلها بتساوي عدد سكانها بيساوي عدد سكان مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية. فبالتالي التكلفة 515 مليار جنيه تكلفة المشروع ده في 3 سنوات في 28 محافظة. حضرتك بالنسبة للمراحل اللي مرت بيها التجربة، المرحلة الأولى هي بتاخد الكرة اللي فيها نسبة الفقر أكبر من 70%، وعندنا في الشرقية ومحافظة الشرقية عندنا مركز الحسينية حضرتك 41 قرية تم يعني دخلها في التطوير في 2021 ب 7 مليار جنيه من 515 مليار جنيه. المرحلة الثانية هي عبارة عن القرى اللي فيها الفقر بيبدأ من 50% حتى 70%، ثم المرحلة الثالثة الفقر فيها بيبدأ أقل من 50%، الثلاث مراحل على خلال 3 سنوات. ولكن إزاي إحنا بنختار القرى على معايير معينة؟ علشان مثلا في واحد بيقول لي ليه مش قريت أخذتها في التطوير؟ ليه القرى الثانية ما أخذتش في التطوير؟ لكن التطوير بيتم على معايير. هو أول واحد في المعايير القرى اللي فيها فقر 50%، اثنين القرى اللي فيها إناث بيعول الأسرة
ايوه مع عائلات عائلات الاسره أيوه. اللي فيها نسبه البطاله عاليه جدا جدا أيوه. اللي فيها نسبه الاميه عاليه جدا جدا اللي فيها مستوى الصحه والرعايه الصحيه منخفضه ومنهدره اللي فيها مدارس متهلكه فيها مستشفيات متهلكه وحدات بيطريه أيوه. ما فيهاش مراكز شباب ما فيهاش ملاعب للشباب الملاعب والمراكز ما لهاش اهميه قوي لكن في الوقت في توعيه للشباب من حيث مكافحه الفساد مكافحه الاشاعات على الدوله والارهاب والتطرف في الدوله فده كلها معايير بيتم اكم هاف المعايير الدول او الكرة اللي نصيبها من موازنة العامة للدولة منخفض خلال العشر سنوات الأخيرة والكرة اللي فيها مساحات أراضي تبع الدولة ممكن يبنى عليها مشاريع للدولة ده برضك ممكن تدخل في التطوير أيضا الكرة اللي هي فيها نسبة الريف بالنسبة للمدينة عالي جدا أيضا بالنسبة اللي فيها نسبة ما فيهاش صرف صحي ما فيهاش شرب ما فيهاش مدارس وحد كلها معايير على أساسها بيتم اختيار الكرة اللي هم حوالي 4500 قرية من أصل 4726 قرية اللي هم على مستوى 27 محافظة. خليني أتكلم هنا بصراحة احنا بنتكلم على مسألة هامة جدا يعني وانا بتكلم على مساله تنميه القرى او النجوع في كده حاجه كده برضو لازم انوه ليها مساله التدبيش او ان المصارف يتم عمل فيها خرسانات ما تبقاش يعني متروكه كده يعني تغطيه المصارف وده شيء يعني مش عايز اقول ان الترعه ديت ونتيجه الصرف عليها ونتيجه عدم الوعي كانت سبب اساسي في فيروس سي وامراض كثيره جدا. الموضوع ده يعني انا لما اتخيل ترعه كده كبيره ومتدبشه يعني ده شغل المقاولين يعني أي. او متغطيه أي. ده شيء يعني شايفه ازاي يا دكتور؟ انا شايف انها خطوه هتكلف تريليونات الخطوه دي. هقول لك ان تكلفه عدم الخطوه دي مصر بتخسر سنويا بخر مائي الاون 6 مليار متر مكعب ميه تسريب وبتاع تمام بالخطوه دي اولا بقى عندي نقاء لمياه الري ما يبقاش عندي فيه ارقاء لا مخلفات حيوانيه ولا مخلفات زراعيه طبعا نحترم انت صعب تغير سلوكيات الناس الا بالقانون الخطوه دي خطوه مسبوقه لوزير الري المفروض نحييه برضه عليها ولو دخلت في موضوع مبادره ان انا تنميه الريف ان انا اطهر ما يكون من حوالي 9500 كيلو متر مكعب مصارف ومياه ري وترع من شويه مياه محمد علي ده انجاز كبير من عهد الرئيس عبد الناصر كمان ما كانش عندنا مينتنس وصيانه لشبكات الري من عهد الرئيس عبد الناصر زمان يعني بقى 40 50 سنه النهارده كمان ده انجاز برضه غير مسبوق انا حضرتك بتتكلم عليه انا باخدها من يمت ان عندنا ازمه في فقر مائي عندنا بنفقد سنويا من 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 غير تغطيه الترع لا قبل التلوث كمان بنفقد ميه وكتير دي مشكله ده التلوث ده فاكتور كبير جدا من سلوكيات المصريين تمام دي سلوكياتنا القديم انما ده برضه منوط بيه تطوير الزراعه المصريه انا بقى عندي مقنن مائي اقدر احسب عليه بدون فقد ميه اقول والله فدان القمح ده لو يرتبوا بمعدل 2400 متر مكعب ميه اعرف احسب من خلال سران الميه اللي بالتاكيد لان في تسرب ما في تسرب صح والكميات تبقى معروفه دكتور محمد يعني انا برضو عايز استغل حضرتك شويه اتفضل شرفنا حضرتك بنتكلم على مساله الزراعه الحيويه وده مجال تخصص حضرتك يمكن كل العالم الان يتجه الى الزراعه الحيويه الزراعه اللي هي نسبه المبيدات فيها طبقا للمعايير الدوليه لان او اورجانيك او ما يطلق عليه يعني النهارده بنتكلم برضو على طفره دخلت فيها الدوله المصريه مساله زراعه الصوب الزراعيه ودايما عندي الناس هاجس يقول لك يا عم لا ده صوب لا الخيار ده صوب انا عايز البلد الفلاح لا الطماطم دي صوب لا الكوسه ده البسله لا 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 كتير ناس قالوا لا بالعكس ده صوب دي بتبقى بمعايير صحة هذه المسألة لو حضرتك فاكر من حوالي 3 أسابيع الرئيس في مؤتمر مع رئيس الوزراء قال من حق المواطن المصري ياكل أكل أورجانيك زي المواطن الأوروبي تمام المستهدف من المشروع ال 100,000 فدان صواب إن مش صواب تقليدية لو حضرتك زرت المشروع اللي في طريق العاشر أو شركة عالمية كبيرة أربعة من نجيب الصور دي بترند جديد بمعنى ان بنزرع بمعايير جديده بكمبوست موظف قوي تربه مختلفه تكنولوجيا جديده خالص جدا مختلفه واسمده حيويه متخصصه ومكافحه حيويه متخصصه بحيث ان يوصل للسوق لان هدف من خد بالك من الصور دي جزء منها معدل التصدير اكيد فاكوردنج لمعايير عالميه بالتاكيد الثانيه وحده مساحه في الصور عشان حضرتك عارف اما اقول لحضرتك فدان صوب ما يوازي 5-7 فدان عادي اوبن فيلد يعني او ارض مفتوحه فسيستم مختلف واحنا عندنا تجارب ناجحه جدا مع القوات المسلحه التعاون مع جامعه السادات عندنا بروتوكول تعاون كبير قوي نقدر نوفر للقوات المسلحه تقوي 25 صنف بطاطس مع هندسه وراثيه
معهد هندسه روسيه. طب خلينا نتكلم على صناف البطاطس، لان الدوله المصريه من الدول المشهوره في تصدير البطاطس، خاصه الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بشكل خاص. واحنا بنتكلم على جائحه كورونا، من المشاهد اللي شفناها في دول العالم هي ان الهايبرات والمحلات فيها عمليه نقص في السلع. عندنا كمصريين والله العظيم يعني الواحد سافر يعني دول كتير قوي، ما فيش دولة في العالم وأنا أجزم بذلك ممكن تشوف حجم الموالح وحجم الطماطم وحجم الخضار اللي موجود وبأسعار مش يعني بجد. يعني خليني أتكلم هنا دكتور على كيفية الاستفادة من الفائض الزراعي، لأن عندنا مشكلة الفلاح دلوقتي بيعاني، وهنا خليني أتكلم على التصنيع، الذي يجب أن يكون صاحب للزراعة. تمام. خاصة في ظل هذه يعني عروة بتيجي تلاقي الطماطم توصل 10 جنيه و15 جنيه، فجأة تلاقي الطماطم وصلت بجنيه و2 جنيه، وهنا التصنيع الذي يجب أن يواكب الزراعة كتطوير حتى للقرى والمراكز، ما تبقاش زراعة فقط يعني. احنا عندنا بنستورد دكتور محمد، بنستورد حوالي 80 مليار بذرة تهاوي ب 1.8 مليار دولار، ده رقم كبير جدا جدا. حوالي يمكن 97% بنستورد بذور من الاتحاد الاوروبي من دول خارجيه، عشان عندنا عجز في انتاج البذور الخضروات على صفه عامه. لما جت القياده الحكيمه في افتتاح الصوب الزراعيه قال لي احنا ممكن نعمل مجمع او مشروع وطني لانتاج البذور، وبالفعل تم انشاء اول بادره امل في ابو سلطان، وعندنا هناك في الساحل الشمالي نجيب العسكريه تم عمل اعلى مكان لانتاج البذور. دلوقتي بننتج حوالي 4.6 من البذور، دي بيعادل حوالي 76% من احتياجاتنا في السوق المحلي. ثانيا تم زراعه انسجه خاصه زراعه البطاطس، بنزرع سنويا حوالي 450 الف فدان بطاطس. بنستورد بس تقاوي حوالي 190 مليون دولار تقاوي للبطاطس، بننتج حوالي 4.5 مليون طن. بيجي فتره السعر بيقع من الفلاح مش عارف يودي فين المنتوج، لذلك نرجع للزراعه التعاقديه. دكتورنا الزراعه التعاقديه لو الدوله عملت زراعه تعاقديه مع الفلاح، وده الماده رقم 29 من الدستور اللي هي بتنص على دستور 2014 بتنص على ان الدوله ملزمه بتوفير خدمات الانتاج من تقاوي وبذور للمزارع بدايه من وضع البذره حتى جني المحصول. على الدوله حمايه الرقعه الزراعيه، على الدوله ايضا توسع في الرقعه الزراعيه وحمايه القرى الريفيه. ايضا ليس هذا فقط، الزراعه التعاقديه للفلاح عشان ينجز ويحاول يصدر منتجه ويعمل وحده تصنيع داخل القريه، اولا لابد من استغلال الميزه التنافسيه في القرى اللي هي لها صنعه معينه ولها زراعه معينه. بعض القرى لها زراعه الزيتون، يبقى انا انشئ مصنع زيتون في هذه المنطقه، الطماطم انصع مصنع صلصه وتكييف الصلصه. نرجع ونقول ان زراعه التعاقديه الفلاح عايز حاجتين او ثلاثه من الدوله عشان ينجز اكتر في زراعه التعاقديه، اللي هو انشاء صندوق تكافل زراعي. الفلاح عايزه عشان ايه؟ عشان يامن مزرعته من الحشرات الغازيه الجديده على الدوله زي توت الحشد الخارفيه والتوت ابسوليوت والهواء السوسه، ايضا التغيرات المناخيه الحراره العاليه والرطوبه الزايده والامطار والاعاصير، حمايه الفلاح من التغيرات السعريه والتقلبات السعريه عشان المحتكرين، فبالتالي لازم اساعد الفلاح. ثم انشاء الزراعه التعاقديه، ان الدوله تتعاقد مع الفلاح منذ وضع البذره في الارض حتى جني المحصول، ويكون ضامن هنا ولايه الزراعه ويكون فيها هامش ربح على الدوله، وبالتالي هفتح مجال كبير جدا جدا. الزراعة صراحة في حاجة كده يعني في شوية أمور لابد أن يعاد ضبطها، جماعات الزراعية، المرشد الزراعي، مراكز البحوث الزراعية، أمور كثيرة جدا يعني. لا جماعة زراعية بتشوف شغلها زي زمان، أنا فاكر الجماعات الزراعية دي كانت لها دور كبير جدا يعني، ومديريات الزراعة في كل المراكز والإرشاد وحقل إرشادي والموتوسيكل بتاع مهندس الزراعة الكلام ده يعني صحيح. بشكل أو بآخر اختفى. البطاطس باعتبار أنها من المزروعات اللي لها ميزة نسبية في مسألة التصدير يا دكتور. احنا بنستورد سنويا بي عشان عارف، حتى صانع القرار الرقم ده يخد شويه اراوند 200 مليون دولار. البطاطس دي اصناف ما يكون 16 صنف تجاري في مصر. معهد الهندسه الوراثيه اللي هو انا اشرف بانتمائي له، عملنا اتفاقيه مع القوات المسلحه مع اللي هو مع يعني مع المسؤولين عن قطاع الصور في الجيش، ان احنا يبقى احنا بيت خبره للقوات المسلحه في ريليز ل 25 صنف الجيش جابهم من بره. تمام. واحنا علينا اكسارهم وخلوهم من الامراض الفيروسيه وتوفيرهم القوات المسلحه عشان نزرع ماكرون 200 الف فدان. السنه دي اللي تم زراعه 16 الف فدان من التقاوي ده، ريليز ان احنا نعمل المره الجايه 130 الف فدان، وبعدين نوصل في السنه الثالثه لكده زراعه حيويه. وعندنا بروجرام حلو جدا بتعاون مع الجيش والصف منبر من اعضاء هيئه تدريس جامعه السادات،
ان احنا ازاي نقدر نعمل اكسبيرمنتال ايشو نوصل بانتاجيه عاليه. تمام. يعني خلوه من عفن البني في البطاطس، خلوه من جرم مسحوق في البطاطس، اللي هي الامراض الحجريه عشان نيجي نصدر يبقى عندنا قيمه تصديريه كويسه. بس انا بشر من هنا من خلال منبر حضرتك ان بقى عند المزارع المصري الاصناف المستورده فيها احتكار الطن ب 30 و 40000 جنيه، في اصناف مصريه الجيش هو اللي بتاعته هو اللي بيعمل ريليز للمزارعين، الطن يتجاوز 3000 و 4000 جنيه تقاوي، يبقى عندنا صنف من 3 ل 30 و40. انا كان من انا اجنب بسرعه عنه ان من 2022 في اصناف في مصر ملك الحكومه المصريه. يعني باتفاقيه اليبوف ملك الحكومه المصريه، صنف مصريه بحته لها ريليز للمستوى العالم كله، مفيش حد يحتكرها، والصنف لا يتجاوز 3 4000 جنيه. فالفلاح يلاقي في الشكاره في الجمعيه الشكاره هم 1000 ونص و2000 جنيه، يلاقي دي مثلا بقى لهم 300 و200 و250 جنيه. تمام. ترجع تاني البطاطس السابع عددها، ونرجع تاني حتى ان المنظومه في اللي حضرتك اتكلم عليها دكتور محمد نقدر نحقق البند ده في الدستور كمان. تمام. ويبقاش في جشع عند الشركات المستورده للتقاوي. ده موضوع التقاوي بقى موضوع مشكله فيها احتكار وفيها صحيح. يعني ما علينا، خلينا اكلم دكتور محمد على الاستثمار الزراعي في القرى والتنوع الاقتصادي ودوره في اولا في تطوير القريه نفسها، وحاجه ثانيه في ايجاد فرص عمل انتاجيه داخل هذه القرى بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. سيظل قطاع الزراعة أحد أهم روافد الاقتصاد القومي المصري، حيث تتوحد الجهود الآن وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على إعطاء دفعة قوية له من خلال إطلاق العديد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة، ومن أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع 100,000 صوبة والاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات، حتى يستعيد مكانته في تحقيق التنمية الاقتصادية ويوفر الكثير من فرص العمل. هذا القطاع وفق مؤشرات البنك الدولي بيؤدي إلى زيادة قيمة مضافة للاقتصاد بحوالي 11.7%. لذلك الدولة تحركت الفترة الماضية على عدة محاور لتنمية هذا القطاع، بدءا من مشروع زيادة الرقعة الزراعية من خلال استهداف مقاصد جديدة، وأطلقت مشروع مليون ونصف المليون فدان، العمل على تطوير أيضا عدد من الرقعة الزراعية في عدد من المناطق، وعلى صعيد وفي نفس الوقت استهدفت أيضا زيادة مشروعاتها في الثروة السمكية، فقامت بتدشين مزارع سمكية الفترة الماضية. الاستراتيجية المصرية للتنمية الزراعية تتضمن استنباط سلالات جديدة من المحاصيل وإعداد برامج تنفيذية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية مع ترشيد المياه بما يفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لاستهلاك السوق المحلي ويحقق الفائض للتصدير. وأخيرا تنمية الساحل الشمالي وتغطية الطرق للحفاظ على المياه والري بالتنقيط واستصلاح أراضي كثيرة في مناطق أخرى وإصدار قرارات بعدم البناء على الأراضي الزراعية وتطبيق قوة القانون، كما أن استنباط سلالات جديدة تدر عائد أكبر بما ينمي المحصول ويعطي إنتاجية أعلى ويكون العائد الاقتصادي أكثر فائدة. وبالإضافة للمليون ونصف فدان من منطقة الساحل الشمالي، كما تعلم أخيرا استصلاح الساحل الشمالي هو سوف يتيح آلاف فرص العمل للشباب والمستثمرين. تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية مع الحفاظ على المياه وتطوير منظومة الري الحقلي وغيرها محاور أساسية تسعى الدولة لتطويرها بما يتفق مع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره برحب بضيفها في الاستوديو الدكتور محمد سالم استاذ الزراعه الحيويه بجامعه السادات، وكذلك ضيف الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعه بجامعه الزقازيق. دكتور محمد، كنت بتكلم على مساله الاستثمار في القرى اللي هي يعني هيؤدي الى فرص عمل وتطوير ويجعل القرى المصريه
كما يعني نتمنى جميعا أن تكون قرية منتجة وليست مستهلكة. تمام حضرتك سلام، زي ما تحدثت لابد من هناك ميزة تنافسية في القرى. هناك قرى متميزة في صناعة أو زراعة الطماطم على مساحات كبيرة جدا جدا، لابد أن أعمل قيمة مضافة، أن أعمل مصانع داخل هذه القرية لتجفيف الطماطم أو تحويلها إلى صلصة أو تصدير للاتحاد الأوروبي بناء على دكتور محمد الزراعة الحيوية، لأن ما ينفعش أصدر الاتحاد الأوروبي ما يكونش المنتج ده أورجانيك. رقم اثنين، القرى اللي هي مشهورة بزراعة الزيتون، ممكن أصنع أعمل إنشاء مصانع لإنتاج زيت الزيتون البكر الخام أيضا للمحلي أو التصدير الدولي. أيضا ممكن نعمل دعم القوافل الإرشادية في الزقازيق معانا، وننزل الكرة لمتابعة الفلاحين لتصنيع الفيرم كومبوست كمشروع لي، أو تصنيع الكومبوست كسماد للأرض. الكومبوست معلش، الكومبوست ده عبارة عن خليط متوازن من مخلفات النباتات، سواء القرش بتاع النباتات أو النباتات النباتية وحيوانية، السبلة الكتكوت أو الروس الماشية، وبيتم خلطه بنظام معين، بحط عليه حاجة اسمها افكتيف مايكرو أورجانيزم، كينات حالة دقيقة، وأعمل تكييس ليه، وده نتيجة تحلل هذا المنتج بيطلع منه حاجة اسمها كومبوست، وده مفيد جدا جدا للتربة. سماد طبيعي بقى، سماد طبيعي بدون استخدام أي أسمدة كيميائية، لأن خطر الأسمدة الكيميائية زي الدكتور محمد عارف وهو دايما يتحدث فيها، خطر الأسمدة الكيميائية على صحة البشر هو عبارة عن الكانسر. معروف إن اليوريا أو النترات اللي بتنزل التربة بتتحول إلى مادة النتريت ثم مادة الكارسينوجينيك، ودي مادة مسرطنة لكل من يتغذى على أي منتج به يوريا أو نترات. أيضا اليوريا بتؤدي إلى هياج المجموع الخضري أو أجزات المجموع الخضري، فبالتالي بيقل العقد والإزهار، فبتكون عرضة للإصابة بالحشرات، فبيقل الإنتاج. طيب. والفلاح متأكد من ده. أما داخل القرية ممكن أعمل مشروع للإنتاج السمكي داخل القرية، وبنصح المزارعين في الفترة الجاية اللي هيزرعوا رز الجفاف أو حتى هيزرعوا الأصناف اللي هي بتاخد 8000 متر مكعب مية، ممكن داخل حقل الرز يعمل تربية سمك في فترة الإنتاج. السمك ده داخل المزرعة بيؤدي إلى حاجات كتير جدا جدا. أولا إن المزارع بياخد ما يقل عن 25 كيلو سمك للفدان، بيزود انتاج الرز حوالي نص طن للفدان. السمك داخل الميه بيتغذى على اليرقات وعذار البعوض او الناموس، بالتالي هقلل الامراض اللي بيعيش فيها القريه اثناء فتره الصيف. السمك ده بيتغذى على اليرقات الدمويه اللي هي الهاموش داخل الميه، وبيتغذى على الطحالب وبيتغذى على المشكله الفرق. برضه يا دكتور المصارف نفسها ما عادش فيها سمك. انا فاكر موضوع الكلام ده، فاكر السمك كده يجي من الترعه العربه عكس الميه كده. لا انا صحيح حاجه الجماعات بقى. مشاريع اخرى للشباب زي مثلا مشروع تربيه النحل ديدان الحرير. مشروع النحل ده مهم جدا جدا. المشروم او البشر ده عيش الغراب بقى ليه سهل دلوقتي، ممتاز جدا جدا في القريه المصريه، وده بالتالي هيفتح باب امل للشباب، هيقلل البطاله في الريف المصري، هيزود النمو الاقتصادي وبالتالي الاستثمار داخل القريه. خلينا نتكلم بقى على الجامعات الزراعيه ودورها والارشاد الزراعي ووزاره الزراعه، بس اروح لدكتور محمد واكلم دكتور محمد. حضرتك اتكلمت على مساله التحول من الري التقليدي الى الري بقى بمنظومه جديده، منظومة تساعد الفلاح وتساعد الدولة، تساعد الفلاح في ان يبقى فيه انتاجية، في يعني شغل بقى صح يعني زي ما بيقولوا، والدولة في مسألة الوفرة، في مسألة الملا، ان احنا نعاني من فقر مائي يعني، عندنا أزمة في مسألة المياه. انا عايز الدولة انها بتبذل مجهود كبير جدا في تطوير القرية المصرية، وزارة الزراعة لها دور كبير جدا. عندنا اتنين اتجاهين كبار جدا بيجروا في الزراعة ونفس مصر تاخد بيهم، عندنا محاصيل موفرة للمياه وأسمدة موفرة للمياه. أسمدة ومحاصيل. ومحاصيل. دول اتنين ترند كبار بيجوا في العالم كله، حتى في دول نامية زي عندنا كده، يا البرازيل فيها كده، الهند فيها كده، باكستان فيها كده، دي دول زينا بتمر بنفس القصة برضو من فقر المائي. يعني إيه محاصيل موفرة للمياه؟ دكتور محمد أشار دلوقتي، كان عندنا أصناف الرز بتقعد 120-130 يوم. في أصناف الرز النهارده بتقعد 70 بكتير يعني. لا في أصناف بتقعد 70-80 يوم بس. شهرين يعني مش وقت. الأصناف دي موفرة المياه، قد تكون موفرة 40% من الاحتياجات المائية اللي كان الرز بياخدها زمان. الجزء الثاني من الأسمدة، لو أنا زي ما أشار الدكتور محمد دلوقتي زميلي وراجل محترم وعارف إن ده الترند بتاعنا بقالنا 20 سنة بالنادي بكده. المفروض إن مصر الآن بتستخدم يوريا ثاني، وأنا جاي أطور القرية المصرية. أحد مشاكل انتشار السرطان في مصر اليوريا. صح. اليوريا جوه الخضر الورقيه زي حضرتك بتاكله، زي الخس، زي الجرجير، زي خش جرجير. يا دكتور عن بطل الاكل جرجير؟ لا بكلمك لا والله والله لو الناس عارفه خطوره ده ياكله. تمام. ناكل يوريا وانا عارف النبات بيرسل جواه ماده اسمها نيتروج امين مسؤول عن الكانسر. رقم واحد. انا عذرا في الكلمه، لا ايه خلينا ناكل خضار كده. فالمفروض تتجه لزراعات عضويه وزراعات اورجانيك، ونفسي مع تطوير القريه المصريه دي ونظم الزراعه نرجع لحاجه اسمها السياحه الزراعيه، بمعنى يجي لك وفود من بره نفسه يقعد في جو الريف بتاعنا المتحضر الحلو بتاع زمان ده، ويؤدي عندك اقامه يومين وثلاثه واربعه، وياخد خضار اورجانيك ويدفع
يدفع ارقام فلكيه. ايوه ايوه. بدل ما يروح شرم الشيخ والغردقه، لا زي كان زي سياحات وكده. لا انجلترا انجليزي عاملين كده. انجليزي عراك رحت لندن تلاقيه لندن. احنا عارفين كانت السايد جوال انا هتقعد هنا مثلا بحوالي 200 جنيه 60 اسبوع، هتقعد هنا بكاري هنا 30 و40 وتاكل خضار وفاكهه وتشبع كويس جدا. مصر ممكن ترجع لكده، بس عايزه منظومه من الدوله كل الوزارات المعنيه تتكاتف في تحقيق الهدف ده. ده يمكن السؤال اللي كنت بقوله للدكتور محمد، مساله النصائح ودور الجمعيه الزراعيه والارشاد الزراعي اللي المفروض يرجع تاني للقريه المصريه. اذا كنا نتحدث عن استثمار الفلاح دلوقتي، يعني انا ما عادش في فلاحين، خلينا ابقى صريح يعني. اتفضل دكتور. حلقه الوصل منقطعه او مفقوده ما بين المزارع المصري وبين وزاره الزراعه، متمثله في المرشد الزراعي. اخر مرشد زراعي او مهندس زراعي تعين في الوزاره سنه 84، النهارده عنده 58 سنه، ما يقدرش ينزل صوبه يعمل حقل ارشاد للفلاحين، ما يقدرش ينزل حقل مكشوف يعمل ارشادات وحمله قوميه للمزارعين. فحلقه الوصل مفقوده تماما بين وزاره الزراعه وبين الفلاح المصري، وده مشكله بنعيشها جدا جدا في مصر، ان حلقه الوصل مفقوده. اما الارشادات اللي انت بوجهها دايما للمزارع المصري ولازم يسمعها من هذا المنبر، ان هو لا 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 للسرطانات الناتجه من المبيدات الحشريه المسرطنه، الناتجه من المبيدات، الناتجه من اليوريا، الناتجه من النترات، الناتجه من الاسمده الكيميائيه. هذه الاسمده الكيميائيه كما ذكرت انها تحدث امراض للاطفال تسمى الطفل الازرق. ان اليوريا تتحد مع هيموجلوبين الدم فبتقلل الاكسجين يمشي في الجسم في الاعضاء الحساسه، فبالتالي يظهر زرقاء على وش الطفل او حتى الشاب، فبالتالي يحدث مرض اسمه الازرق ناتج من اليوريا. اليوريا بتحدث تهتك وينتج سرطان لحد الان. اليوريا مدعومه ما دي بقول عليها. اليوريا في الحر، اليوريا في درجه حراره عاليه تتحول لبيرايت. أيوة. والبيرايت ماده أيوة. مسرطنه جدا جدا للبشريه. اليوريا داخل النبات بتهيج المجموعه الخضري. انا كل يوم اسمعهم يعني كتير اقول لك بكره هرش يوريا. طلع الدخان. انا نفسي والله الدكتور محمد معانا في نفس ده من زمان. في عندنا بدائل لليوريا، بدائل امنه صحيح وتفيد الزراعه المصريه. يعني ما ينفعش يا استاذ محمد حالا دلوقتي ان انا اوزع في الجمعيات يوريا مدعمه شغاله ب 60 جنيه وتنباع بره حلو ب 300 والفلاح ياخد بكام الفلاح الذكي يحصل في 6 و7 شكاير. صحيح. يعني المفروض الدوله تفكر في ايه بدائل اسمده. هدي حضرتك مثال بسيط، والدكتور محمد بيشرح نفس الهموم دي. من اول اسرائيل لغايه المغرب مفيش حد بيستخدم اسمده يوريا. صحيح. من اسرائيل للمغرب اقوى دولتين بينافسونا في الزراعه في اوروبا. يعني نصدر انت حتى الشعاعات الزراعيه في الجنوب الجاب وفي الاورجانيك نيجي نصدر خضار لبره، يقول لك ممنوع استخدام اليوريا. عايزين الاجانب عايزين كده. النقطه اللي اشار لها دكتور محمد، انا شفت انا مبادره عاملها المهندس رشيد محمد رشيد في 2008 على تصدير الطماطم المصنعه اللي هي الطماطو بيست للبيتزا في ايطاليا. يعني اوروبا النهارده خد بالك عندنا ميزه تنافسيه في ايه؟ النهارده مصر بتزرع طماطم ياكل من 340 يوم من اصل 365 يوم. ايطاليا ما بتعرفش تزرع العلو الطماطم 71 يوم عشان درجات الحراره. درجات الحراره يبقى مصر عندها ميزه تنافسيه يحرق الزرع هناك. مصر عندها ميزه تنافسيه اقوى من المغرب ان احنا بنصدر طماطم. احنا بننتج ما يقرب من 11 ل 12 مليون طن طماطم. ما بنعرفش نصدر 130 الف طن. تمام. المغرب بتزرع 4 مليون طن وبتصدر 1.5 مليون طن. صحيح. البحث العلمي يعني دوره، يعني برضه البحث العلمي ودستور 2011 وحديثه عن البحث العلمي وزياده مخصصات البحث العلمي. ما هو البحث العلمي ده هو ده الامل. يعني اذا كنا بنتكلم على زراعه في مناطق صحراويه فالبحث العلمي، اذا كنا بنتكلم على سلالات بتستهلك مياه اكتر فده البحث العلمي، اذا كنا بنتكلم على الابداع على الحلم هو البحث العلمي. البحث العلمي هو احنا دلوقتي القياده الحكيمه، القياده السياسيه دلوقتي بتهدم هرم من مثلث من ثلاث اضلاع، الفقر والجهل والمرض. بتبني هرم جديد داني، الصحه والانتاج والطاقه في الشباب. ناتج من نتائج البحث العلمي. نتائج البحث العلمي احنا وصلنا له اللي هي الزراعه الحيويه، الزراعه النظيفه، الزراعه العضويه، والتخلي عن الزراعه الكيميائيه او الزراعه بالاسمده. دي نتائج البحث العلمي، فاحنا عايزين نطبقها على ارض الواقع. في بروتوكولات دايما شغاله ما بين جامعه السادات وبين مؤسسات حكوميه ومؤسسات خاصه وقطاع خاص. جامعه الزقازيق قطاع البيئه شغال مع مجموعه من الشباب في نشر فكر الزراعات الحيويه والزراعات النظيفه اسمده حيويه. الاسمده الحيوي اولا ارخص من السماد الكيماوي، بتدي كميه انتاج اعلى نسبه. يعني لو هنقارن بين الكيماوي والحيوي، اول حاجه الحيوي ده فتره تخزينه فتره زمنيه طويله جدا جدا. ليه؟ لان المنتج الحيوي محتواه الرطوبي قليل فبينعكس على طول فتره التخزين، فممكن انا اخزنه فتره زمنيه طويله جدا جدا بدون تعب او على طول. تمام. انا هوفر روشته حوالي 14 مليار جنيه الدوله تستخدمها في علاج الامراض المزمنه الناتجه من استخدام الاسمده الكيميائيه والمبيدات. 14 مليار جنيه ومعهم 13 مليار ثمن شراء المبيدات
ماديه، يبقى انا هوفر على الدوله مبلغ كبير جدا جدا او عبء كبير جدا جدا. الزراعه الحيويه هترشد لي في استخدام مياه الري. الحقل المكشوف اللي هو منزرع كيميكالز بياخد حوالي 3000 متر مكعب ميه، الحيوي بياخد من 60 ل 80 متر مكعب ميه فقط. يبقى انا هوفر عدد الريات. ترى هذا الاحتباس الحراري اللي احنا بنعيشه في مصر في الفتره الشمس الاخيره ناتج من بخر الاسمده الكيميائيه والمبيدات، فبترفع درجه حراره الجو ودي بينعكس عليا بيعمل احتباس حراري في مصر، فبالتالي درجه حراره عاليه بتعمل تقلبات جويه او تقلبات مناخيه يعقوبها تغيرات سعريه. ما انا عندي حصل تغيرات مناخيه لازم يعقوبها تغيرات في الزرع السلبه او في السعر، فبالتالي لازم انهج البحث العلمي في القضاء على هذه السلبيات بنتائج محترمه تم تجربه في 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 مزارع وفي حقول وفي صوب زراعيه في مصر. خلينا نطلع تقرير بعد تقرير يبقى كلامي هنا على مساله برضو يهمني، مساله التسويق وتعود الفلاح على زراعته. كان في زمان او اتقال لابد ان يتعمل مساله بورصه، بورصه بمعنى ايه؟ ان في محافظات لها ميزه في منتج معين فنعمل لها تجمع وبعد هذا التجمع اتنقل، لان لما بنيجي نشوف المنتج في الارض بيبقى بجنيه، على ما بيوصل للمستهلك بيبقى بسبعة جنيه وثمانية جنيه والفلاح ما بيستفدش. خلينا نطلع تقرير وبعد كده نتكلم على مساله حتى التسويق كمان والفائد الفاقد اللي بيحصل في التسويق بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. على مدار 6 سنوات تطوير شامل وانطلاقة كبيرة في المشروعات القومية تشهدها كل أنحاء الجمهورية، ويحظى الريف المصري بأهمية خاصة من خلال النهوض بالقطاع الزراعي الذي رصدت له الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، وساهمت تلك النهضة التنموية المستمرة عاما بعد عام في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، فكان لها مردود إيجابي مباشر على حياة المواطنين. وجهود الدولة على كده إن هي ترجع الزراعة كنشاط أساسي من الأنشطة اللي موجودة في الدولة، هي اللي بتكمل الصناعة، بتعمل التجارة، بتخلي الاقتصاد مزدهر. إن هي الزراعة هي طبعا الخطوة الأولى في ازدهار الدولة. السوق مليان بصراحة من كله، السوق مليان من كله. لهذه المشروعات الزراعية مردود اقتصادي كبير بالنسبة لعوائد التنمية وتشغيل كثير من الشباب، وهذا يؤدي إلى التعويض عن فرص عمل جديدة للشباب سوف تنمو عن هذه المشروعات. بعد استصلاح 1.5 مليون فدان سوف يزيد هذا عائد اقتصادي على البلد في دخل قومي بزيادة التصدير للخارج. فطبيعة الحال النشاط الزراعي لازم أن يبقى فيه تطور مواكب لتطور التكنولوجي اللي موجود حاليا في كافة الوزارات وكافة القطاعات، لأن ده هيسهل علينا وهيزود فرص لأن هو يبقى داخليا في محاصيل زراعية تكفي الاستهلاك الداخلي، وفي قطاعات وفي محصولات زراعية هتبقى مصدرة للخارج وبرضه تغطي الاستهلاك الخارجي واستهلاك التصدير للخارج، ودي فرصة كويسة جدا. والسيد الرئيس يعني مجهود مشكور على مستوى الدولة كلها، وتطوير الريف برضه دي حاجة كويسة جدا، وتطوير الحياة بحيث ان هي تبقى متكافئة مع البشرية وبيئة نظيفة وبيئة صالحة للهم يعيشوا فيها. كام سنة الأخرى لولا الصحراء يعني في سلع كتير جدا ومنتجات زراعية، لولا التوجه للصحراء ما كانتش موجودة في السوق، زي الفلفل بأنواعه والفواكه وحاجات كتيرة جدا. جهود حكومية حثيثة في القطاع الزراعي ومتابعة مستمرة من قيادة وطنية حكيمة حتى يتم تحويل الأهداف إلى حقائق ملموسة تعود بالنفع على المواطن وتحقيق العيش الكريم لكل أبنائه. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور محمد، مساله مراكز التجميع لتقليل الفاقد في التسويق، لان هناك حديث عن 30% فائد من السلع الزراعيه نتيجه النقل او التسويق، وكمان مساله الاسعار السلع تبقى بجنيه على ما توصل للمستهلك تبقى بسبعه او ثمانيه او 10 جنيه. انا بحيي حضرتك على السؤال، ومش عايزين نخترع العجله، احنا العالم كله بما فيها اسرائيل هي دوله الجوار اهي الاردن كده عندهم حاجه اسمها قطاع اسمه قطاع التعاوني. القطاع التعاوني ده دوره في كرة معينة في مصر كلها، دوره تزع خضار بس، كرة تزع زيتون بس، كرة تصنع منتجات الألبان بس، في كده غير صناعات بنسجية وغير صناعات الغذائية. طيب دور الدولة تعمل ايه؟
انا المفروض عارف ان اول هامش ربح الطماطم مثلا عارف ان فدان الطماطم بينتج متافرج كده من 2000 ونص ل 3000 عداية، ده انتاج مميز. بس النورمال العادي من 1200 ل 1300 عداية. مجنونه بقى. فعارف ان التكاليف الكوست اللي كده اعمل سعر عادي، سعر الطماطم المفروض تطلع من الارض 4 جنيه مثلا، لا من جنيه و80 ل 2 جنيه و20 تمام، اراوند 2 جنيه تمام. يبقى السوق كله عارف في مصر تكلفه الطماطم على المزارع اراوند 2 جنيه 3 بقى ب 4 دي موضوع. فما تبيع بقى انا لو الدوله متمثل في القوات المسلحه، متمثل في وزاره الزراعه في قطاع الانتاج، اعمل اماكن انتاج اجمع الخضار المزارعين وانا عارف ان الكوست بتاعه ده سعر عادي اللي هي طبق الماده 29 في الدستور فاديله سعره. ايوه والسعر في مصر كله، حتى رب الاسره يعرف ينظم امور حياته. الطماطم واقفه في السوق كل 6 شهور ب 4 جنيه صحيح. كيلو لحمه ما ينفعش كيلو لحمه في بعض المحافظات يبقى ب 110 وفي بعض المحافظات 140 و150 جنيه 170 و180. شوف التفاوت ده راجع ان احنا ما عندناش، احنا السوق حر وكل حاجه، بس ما حدش عارفين نظبط التكاليف. لما اقول لحضرتك يعني سعر مبادره الدوله عملها في الشاي بتلو اتصرف النهارده ماكرو من 8 مليار جنيه، بنك المركزي عملها وبنك الزراعه المصري، وما زال اسعار اللحوم برضه 140 150 جنيه، السعر ما نزلش الا ما جبنا اضطرينا نجيب عجول مصادره من بره، ظبطت السوق. عملت توازن. وقللت جشع الجزارين لان كان المنتج هو اللي بيخسر. يا ليك تتخيل لما دخلت العجول المصادره في مصر سعر تكلفه الانتاج في اللحوم بقى كيلو وصلت 42 43 جنيه قايم. بعد ما كان 58 و60 و57 كده صح اسعار كده. قيس عليا بقى حضرتك فول حتى في انواع الخضار. في عندنا في الدقهليه عند حضرتك في شربين وفي طلخ في مساحات كبيره جدا صوب كبيره جدا. الصوب دي مزارعين اتقنوا الصوب خضار، بس للاسف بيزرعوا بالكيماوي. لو حصل له مشاكل زي ما الدكتور محمد اشار في اول حلقه كده عنده مشاكل مرضيه مين بيعوضه؟ فما عندناش صندوق تكافل المزارعين. يعني هدي حضرتك مثال ده انا مسؤول عنه تمام. يوم 16 اللي جاي بعد 4 ايام عندنا موجه شديده بيقعد 10 ايام متصله صحيح. كل زارعين خضار بيغطوا بلاستيك وبتاع، المفروض يبقى في بقى كلام تكلفه كده. عاليه جدا. اللي بيزرع فراوله حالا دي بيزرع فراوله حالا دي من 4 شهور رامي 80,000 جنيه في الفدان في الارض، واللي زارع بطاطس رامي 40,000 جنيه على الارض. العلوه اللي جايه دي بعد 4 ايام ايوه شوف بيقول درجه حراره حضرتك تتخيل 6 مئوي بالليل وبالنهار 10 مئوي هيفضل كده 10 ايام. المزارع ده مين هيقعد في وزاره الزراعه لو حصل له فقد؟ العالم الاوروبي بيعمل ايه؟ بيبقى عندنا تسبول تكافلي تعويض 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 الزراعه الحيويه بقى هنا بتحمي المنتج ده هي دي نقطه مهمه مهم جدا تمام. خليني دكتور اتكلم في النهايه بقى، يعني حلقتنا للاسف يعني انتهت بسرعه. مساله شكل القريه المصريه، انا دايما اقول يعني القرى المصريه بالعكس هي اكثر جمالا من قرى كتيره ممكن نشوفها في الخارج. اللي بيفرق النظافه الشكل العام سلوكيات الناس وسلوكيات الناس صدقوني والله مفيش فرق خالص. يعني شوف الريف الايطالي الريف الفرنسي بس ناس نظيفه، يعني شكل القريه المصريه بعد هذه الم... يعني هي ما قبل هذه المبادره الكريمه حياه كريمه او المشروع القومي لتطوير القرى الريف المصري، ما قبله كانت القريه المصريه لا هي دناها قريه ولا هي اصبحت مدينه ولا لها شكل ولا طعم، وهي كانت تحتاج الى دراسه وتشخيص وتحليل من سكان الريف، لان حتى الطراز البيت الريفي اندثر كل النهارده هدم البيت وبنى بلوكات فاصبح ليس هناك شكل. لكن هذه المبادره لها مقاييس ومعايير، اللي هي كل البيوت في الريف لا تتعدى ال4 ادوار، ستاخذ لون واحد فقط، وهتم داخل الريف المصري عمل مجمع حكومي يضم كل المصالح الحكوميه زي البريد والصحه بالظبط حضرتك والشؤون الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي في مبنى واحد فقط، ويتم عمل حاجه اسمها التنظيم الاداري او توزيع التنظيم الاداري للمصالح الحكوميه في الريف وربطها بالوزارات داخل العاصمه الاداريه الجديده، بحيث القريه عندي مثلا نظم المنتج مرتبطه بسيستم الكتروني مع العاصمه الاداريه داخل القريه، فبالتالي مش فيش بقى وساطه ولا في عضو مجلس برلماني او في بقى الحكومه الرقميه ومساله رقمنه الخدمات وكده. خلينا كلنا كمصريين نبقى منتبهين جدا منتبهين ان احنا بنتغير، الدوله المصريه بتتغير الى الافضل، الدوله كلها صحيح. بقطاعاتها كلها ريف مدن طرق طاقه كل الامور، يعني هناك ملفات طبعا في احتياج الى برضه تطوير، وان شاء الله يعني نتمنى التعليم الصحه عندنا التامين الصحي عندنا التعليم في امور كثيره جدا تتم في الدوله المصريه وبتتم كلها يعني مش جزء ونسيب جزء لا بعمل متكامل صحيح.
في نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات بتوجه الشكر الكبير لضيفي الكبيرين الدكتور محمد سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة سادات. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. كذلك ضيفي الكبير الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بجامعة الزازيق. شكرا. أشكر سعادتك ستر علي منك. أشكر زملائي في استوديو 2 وأشكر زميلي محمد دشار رئيس تحرير والمخرجة الجميلة عبير صلاح الدين مخرجة ملفات. لهذا اليوم أشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.